بدل انطلاقة سابع أشواطي هذا الصباح. الشوط السابع، الشوط الخاص بالثنايا الجعدان المحليات الأصايل وشعارات أبناء القبائل الحاضرة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة الميادين بدانة الدنيا دبي، حيث انطلاقات الثنايا أول أسبوع لسن الكبار مع بداية هذا الموسم. نسير وننطلق بالصدارة، نتابع البداية وأرى التحديات الحاضرة في هذا الشوط، أرى التجمع الواضح أيضا والباين مع الكادر أيضا على قناة دبي ريسينج اللي قاد المجموعة وانطلق واندفع بناموس هذا الشوط في هذا التحدي المثير وفي هذا الانطلاق الرائع. الصدارة وهبل للدكتور سعيد بن سالم الشيخ ينطلق يندفع بتحديات هذا الشوط يلي مع المركز الثاني، ياتي الزاجل لسالم بن مبارك بن عامر الاحبابي، ولكن ارى التقدم من الجانب الاخر لمشعل الخريبيش بن محمد بن حمد الوهيبي من يتقدم بدوره مع المركز الثالث. رابع الانطلاقات، رابع التحديات، وصلت الأسامي والتغييرات أيضا المستمرة مع هذا التحدي ومع هذا الانطلاق الجميل والرائع. نتابع القدوم في هذه اللحظات والتسلل لمسامح نايع بن راشد بن سيف بالشاوي من يتابع مسامح على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات، خامس التحديات، نتابع شاهين لحمد بن سالم بن سليم الاكتبي وعلى مستوى المركز السادس يصل يتقدم مشعل في هذه اللحظات لخريبيش بن محمد الوهيبي وعلى مستوى المركز السابع. المركز السابع القدوم في هذه اللحظات والتسلل للقاطع، جاسم بن علي بن سالم العمري يقدم هذا الاسم على مستوى المركز السابع. المركز الثامن، تصل الاسامي، التقدم لشاهين لمحمد بن سيف المقعودي الفلاسي، وعلى مستوى المركز التاسع يصل شاهين لهادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري. بينما اذا انطلقنا مع المركز العاشر، أرى التسلل في هذه اللحظات القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام من لبرق لسعيد بن مبارك بن سعيد الاكتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة لنا عودة مع الصدارة ومع الكادر، مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج، حيث التحديات والإثارة الحاضرة في هذا الصباح. نتابع حملول من يقود هذه الجموع منذ البداية بشعار الدكتور سعيد بن سالم الشيخ متابعا لهذا الانطلاق، ولكن الزاجل اللي بدأ يتسلل، اللي بدأ يتقدم، اللي بدأ في الانطلاق يقدم بهذا التحدي سالم بن مبارك بن عامر الاحبابي. ومن الجانب الاخر مسامح لنايع بن راشد بن سيف بن شاوي يقدم ايضا مسامح على مستوى المركز الثاني. ثالث المراكز هملول للدكتور سعيد بن سالم الشيخ. بينما اذا انطلقنا مع المركز الرابع، مع المركز الرابع مشغل لمحمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي ياتي بدوره على مستوى المركز الرابع. الكوكب رباعية، رباعية مع هذا الانطلاق. وعلى مستوى المركز الخامس شاهين لحمد بن سالم بن سليم الاكتبي يتسلل بدوره مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات، سادس التحديات مشعل لخريبيش بن محمد بن حمد الوهيبي ينطلق على مستوى المركز السادس. المركز السابع شعار محمد بن سيف المقعودي الفلاسياتي على ظهر شاهين. ومع المركز الثامن، المركز الثامن القاطع لجاسم بن علي بن سالم العمري. ننطلق مع المركز التاسع كي أرى التقدم مع شاهين لهادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري. وعاشر، عاشر الانطلاقات، عاشر التحديات.
تابع المركز العاشر وارهناك اللي وصل في هذه اللحظات مشوش لعلي بن سالم بن حمد الاكتبي. هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام للعشر المراكز المتقدمة. ولكن لنا عودة مع الصدارة. نتابع البداية والمقدم وأرى الزاجل يقود هذه الجموع ينطلق يندفع بالصدارة والمقدمة. سالم بن مبارك بن عامر الإحبابي مقدما لتحديات الزاجل، ولكن الكوكب من الجانب الآخر والتسلل في هذه اللحظات مع هذا التحدي مسامح لنايع بن راشد بالشاوي الأغفني. من يقدم مسامح مع المركز الثاني. ثالث الانطلاقات مشعل لمحمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي يقدم مشغل مع المركز الثالث. رابع التحديات هملول للدكتور سعيد بن سالم الشيخ يصل شاهين على مستوى المركز الخامس لحمد بن سالم بن سيم الاكتبي. ولكن التقدم لمشعل لخريبيش بن محمد بن حمد الوهيبي يتسلل بدوره مع المركز السادس. سابع الانطلاقات مشوش لعلي بن سالم بن حمد الاكتبي. ومن الجانب الاخر انطلاقه شاهين لمحمد بن سيف المقعود. هذه النتيجه للمراكز المتقدمه. ولكن لنا عوده مع الصداره وتحديات هذا الشوط والكوكب. الكوكب ثنائيه، الصراع ثنائي على المقدمه مسامح وتحديات الزاجل ويصل في هذه اللحظات ايضا مشوش مع المركز الثالث. ولكن مسامح انطلق بالصداره، انطلق بالمقدمه، يندفع باللحظات الأخيرة. زاد من سرعته مسامح لنايع بن راشد بالسيف بالشاوي الأغفلي سلالة مسامح وإنتاج مختبر الإمارات. من ينطلق بتحدي هذا الشوط مشوش مع المركز الثاني علي بن سالم بن حمد الاكتبي. اللحظات الأخيرة مسامح هو الأقرب لناموس هذا الشوط. تهانينا لنايع بن راشد بن سيف الشاوي الأغفلي والسلام لللمسة، سلام بهذا الأداء الجميل اللي قدمه مسامح ولحظات وصوله إلى خط نهاية مشوش مع المركز الثاني علي بن سالم بن حمد الاكتبي. المركز الثالث الزاجل لسالم بن مبارك بن عامر الأحبابي. المركز الرابع جاء أيضا مشغل لمحمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي. ومع المركز الخامس انطلاقة مشعل الخريبيش بن محمد بن حمد ألوهي. بهذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الخمسة المتقدمة لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية. بتقدم مسامح جاء بتوقيت زمني مقداره 8:07:04 من الثانية. تهانينا لنايع بن راشد بن سيف الشاوي الأغفري. بينما اللي وصل مع المركز الثاني لحظات وصول مشوش 8:07:09 من الثانية. تهانينا لعلي بن سالم بن حمد الاكتبي. بينما اللي وصل مع المركز الثالث هذه لحظات وصول وتقدم أيضا الزاجل بتوقيت زمني مقداره 8:12 وجزئين من الثانية. تهانينا لمالكة سالم بن مبارك بن عامر الأحبابي. تهانينا للجميع والناموس. مشاهدين